وما الأفضل فيها؟ هل المحافظة عليها دائما أم أتركها في بعض الأيام؟ هذا محل خلاف، فيها خلاف طويل مسألة صلاة الضحى. فإذا فعلتها بعض الأيام تركتها بعض الأيام لا بأس، يغيب بها، يغيب بها يعني يوم بعد يوم لا بأس، وإن حافظت عليها في كل الأيام هذا شيء طيب. نعم، الأمر واسع في هذا. نعم.